السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنتكلم عن فيتشر نزلت جديدة في الباور ابس في البابليك بريفيو في الشهر ده، وهي الراب فيتشر. هنعرف ازاي بنستخدمها وازاي بنعمل لها كونفيجريشن. الراب فيتشر هي فيتشر مهمة جدا بالنسبة للناس اللي عندها مفهوم التطبيق، يعني ان التطبيق موجود على ستور واليوزر يقدر يعمله داونلود وينزله عنده على الموبايل ويستخدمه سواء في الاندرويد او في الاي او اس. الراب فيتشر عندي في الباور ابس بتحقق لي المفهوم ده. زي ما قلنا هي فيتشر لسه موجودة في البابليك بريفيو، مش هنلاقيها في كل الريجون بتاع الانفايرومنت. تعالوا الاول قبل ما نخش في التفاصيل نبسط معنى الراب فيتشر. بمثال بسيط، كلمة راب بالعربي معناها لف، ان انت بتلف حاجة، زي ما يكون عامل هدية لحد ومجمع مجموعة من الهدايا وحاططها في بوكس ولافف البوكس كده هدية، فصاحب الهدية بياخدها. اول حاجة هيشوف في ايه هو البوكس اللي هو الكونتينر عندي، ولما يفتحه هيبتدي يلاقي حاجات جواه، سواء بقى الحاجات دي هدايا منفصلة عن بعضها وهو مجمعها ليا في البوكس ده. نفس فكرة الراب فيتشر. الراب فيتشر بتسمح لك ان انت تعمل موبايل اب واحدة ضامن اكتر من كانفاس اب، فبيعمل لك باكج للكانفاس ابس دي كلها في صورة اندرويد او اي او اس موبايل ابليكيشن. اول ما اليوزر بيعمل لانش للاب عندي بيظهر له حاجة بنسميها البرايمري كانفاس اب، او نقدر نقول كده الهوم اب او الصفحة الرئيسية اللي بتبتدي تدخلك على كل الابليكيشنز التانية اللي ضممها لك الموبايل اب دي، والابليكيشنز دي بنسميها السكندري كانفاس ابس. يعني نبسط الموضوع شوية، لو انت شغال في الشركة او يوزر بتتعامل معاه عنده اكتر من سيرفيسز او اكتر من خدمة بيقدمها، وكل خدمة عندي لها تطبيق الخاص بيها، فعايز يعمل تطبيق واحد يجمع له كل التطبيقات دي، واليوزر او المستخدم العادي يقدر يدخل على كل الخدمات اللي بتقدمها الشركة او المنظمة دي، اللي هو الموبايل اب بيعتبر الكونتينر اللي مجمع كل الخدمات دي اللي هنسميها الواجهة الرئيسية للخدمات اللي بتقدمها الشركة. على سبيل المثال تبتدي بقى توزع الموبايل اب دي على المستخدمين كباكج واحدة وينزلوها ويعملوها داونلود ويبتدوا يستخدموها ويستفادوا بكل السيرفيسز او الخدمات اللي انت بتقدمها. ده كله بنعمله عن طريق الراب فيتشر، وكمان بتسمح لك ان انت تعمل البراند الخاص بيك اللي هي المظهر بتاع التطبيق بتاعك، تغير فيه على حسب احتياجاتك، تغير اللوجو من اول الايقونة لحد اليو اكس للتطبيق عندك. كل ده بنعمله باستخدام الفيتشر جديدة وفيتشر مهمة في الباور ابس وهي الراب فيتشر. وبكده نقدر نقول ان الباور ابس بشكل رسمي بقت هو البلاتفورم المسؤول عن بناء تطبيقات الموبايل بشكل رسمي بدون كود. هي في البابليك ريفيو في الانفايرومنت اللي معموله في نورث امريكا اللي هي يونايتد ستيت. هنلاقي واحنا بنعمل الانفايرومنت في ريجون، هلاقي الريجون من ضمن الريجونز اللي موجوده، هلاقي الريجون بتاع يونايتد ستيت. وانس ان انت عندك الانفايرومنت في الريجون ده هتلاقي الفيتشر بتاعتك ظهرت، وتقدر وتقدر تعمل الموبايل اب باستخدام الفيتشر دي. طيب تعالوا نفهم، احنا هنقسم الفيديو لجزئين، جزء نفهم فيه الراب تقدر تعمل لي ايه وكانونسمنت، وجزء هنعمله عمل ان شاء الله ازاي اعمل كونفيجريشن للموبايل اب لحد لما نعمل لها داونلود من الستور بتاعي بشكل مفصل. لو جينا بصينا اكتر على الراب فيتشر زي ما احنا شايفين، هنلاقي عندي اول حاجة هنلاقي عندي ان هو متقسم لاكتر من جزء. لو جينا نشوف الاول احنا بنمشي ازاي بالترتيب، اول حاجة عندي زي ما قلنا التطبيق الرئيسي اللي هو البرايمري كانفاس اب اللي بيعتبر المدخل عندك لكل الخدمات اللي بتقدمها، او الهوم اب اول حاجة هيشوفها اليوزر اول ما يفتح الموبايل اب بتاعتك عنده على الموبايل، ولازم عندي يكون موجود في سوليوشن. يبقى لازم الكانفاس اب اللي هي البرايمري كانفاس اب تكون معمول لها كرييت داخل سوليوشن. بتعمل كرييت للسوليوشن عادي وتضيف البرايمري كانفاس اب بتاعتك فيه. كده اول خطوه ان انا جهزت الهوم اب بتاعتي في الهوم اب بتاعتي في السوليوشن. تاني خطوه عندي ان انا بعمل ريجستر على الاجر بورتال عشان تقدر تتعامل مع الريسورسز في الاورجنايزيشن بتاعتك زي الباور ابس اونلاين سيرفيسز،
وده بيتم ازاي؟ ان انا ببتدي اعمل ريجستريشن للتطبيق بتاعي على الاجر بورتال، ولازم الاكونت بتاعي يكون عنده الصلاحية ان هو يقدر يعمل مانج للتطبيقات في الاجر اكتيف دايركتوري. بعد ما عملت ريجستريشن للتطبيق هيجي مرحلة الاب سنتر او الكونتينر اللي انا هشيل فيه الموبايل اب ده. الاب سنتر عندي هو بمثابة ستورج سنتر، هعمل له سيت اب عشان يكون الكونتينر اللي بيشيل الموبايل اب عندي، اللي هو البوكس في المثال بتاع الهدايا اللي قلناه في اول الفيديو، عشان يشيل عندي كل حاجة خاصة بالموبايل اب عندي، سواء كان على البلاتفورم الاي او اس او الاندرويد او الجوجل بلاتفورم. هنا بقى بعمل كونتينر منفصل لكل بلاتفورم عندي، يعني اعمل كونتينر للاندرويد، كونتينر للاي او اس، كل بلاتفورم بعمله الكونتينر المنفصل اللي هيشيل الموبايل اب الخاصة بيه. خلاص انا عملت كرييت للاب سنتر عندي وحددت البلاتفورم اللي الموبايل اب هيكون عليه، هبتدي بقى اعمل الخطوة المهمة اللي هستخدم فيها الراب فيتشر، وهي الراب بروجكت باستخدام البرايمري كانفاس اب او الهوم كانفاس اب الرئيسية. هستخدم الراب فيتشر بناء على البلاتفورم اللي انا اخترته والمعلومات اللي عملتها في الاب سنتر، وطبعا هقدر اضيف السكندري كانفاس ابس كلها اللي عندي واحفظ البروجكت ده واعمل له بيلد علشان اشوف في اخطاء ولا لا. لما يحصل البيلد عندي بنجاح هيظهر لي الموبايل اب بتاعي في الاب سنتر. ده بعد ما عملت راب للبروجكت وعملت البرايمري والسكندري وعملت بيلد للبروجكت او للسيستم بتاعي وكل الامور تمام، ظهرت لي الموبايل اب بتاعي على الاب سنتر بناء على البلاتفورم اللي انا مختار للاب. هبتدي بقى اعمل البراندنج بتاعي او اغير المظهر بتاع الاب على حسب انا عاوزه ايه. ابتدي احط الايقونات بتاع البلاتفورم بتاعي، مثلا الاي او اس او الاندرويد او الجوجل او الجوجل بلاتفورم، وابتدي بقى احط اللوجو بتاعي، اغير في الكولرز، اغير احط الايمجز، اعمل اليو اكس بتاعي بمعنى اصح. ودي اخر خطوة في عملية بناء الموبايل اب بتاعتي. بعد ما اخلص كل الكلام ده الموبايل اب بتاعتي بقت جاهزة ان المستخدم يقدر يستخدمه، او انت تقدر تعمل لها داونلود علشان تعمل لها تيست وتشوفها شغالة صح بالطريقة اللي انت عاملها للاب، سواء على اي بلاتفورم عندك. وبعدها اليوزر يقدر يدخل على الاب سنتر ويعمل داونلود للاب من الاب سنتر ويبتدي يشغل التطبيق بتاعك على الموبايل. ودي الهدف الاساسي من التطبيق، ان اليوزر يقدر يعمل داونلود للتطبيق ويستخدمه بدون اي مشاكل على الموبايل بتاعه او على البلاتفورم اللي هو عاوزه. ده كده اول فيديو هنكتفي بيه النهاردة ان شاء الله، وهنعمل الفيديو التاني هنعمل الكلام ده عملي، ازاي نكريت انفيرومنت لو مش عندي، وازاي نعمل الراب بروجكت ونحطه على الاب سنتر ونعمل له داونلود.